انا اسيب كل الدنيا دي كلها علشان اختار مكان هادي زي ده، تقوم تجيلنا عيله فيها كل الاطفال المزعجه دي؟ انا سعد السعد، انت مين؟ بس عموما سعد السعد ما تتعوضش. وانت داخله بصفتك ايه انت؟ مراتك. ادخلي عادي، واحده بتزعق لجوزها، ادخلي. مش معقول العيله المزعجه دي، ده انتوا كده عيله لوكال، الاخ جرسون والاخت ختام. وسعد اعلن علينا الحرب، هنشبهه ضربه ونسلخه سلخ. لو هم بقى اطفال انا اطفال منهم، ولو ما اتظبطتوش عكسكم. اللي ربى بتاع مربى. تعاون معاهم يا حبيبي. التعاون دي بنزيمه يا اما. دم 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 دم، مهما كان مكتوب هنشوف. طمن على اكوان الخوف، اوعى في يوم تحكم على غيرك، عليك وحده باي ظروف. كبيرة تعملي له صفينار ازاي؟ تيري تيري تيري. طب نجيب لك الزوزة. متشكرين يا شابة. بالتكتكة والعقل هنظبطه اخر تظبيط. انا خايف العيال دي تأذيني. اقفوا جنبي، ابوس ايديكم. الدواء فيه سم قاتل. انا ذنبي ايه كل ده؟ انا كمان ذنبي ايه؟ انا بقيت شبه الرجل الاخضر. بس ما تقوليش اخضر. ماشي، ده انا سعد السعد. انتوا مين؟ ولسه عشان تبقوا بقى تتحدوني كويس هنقلبها حرب. سعد السعد. اللقطات اللي حضراتكم شفتوها دي من فيلم جيران السعد اللي اتعرض من يومين. شويه مقالب على شويه عيال أشقية قاعدين قدامي في الاستوديو، والفيلم بطوله فناننا الجميل سامح حسين وفنانتنا الجميله ميرنا المهندس، والاطفال منا سولي مازن احمد وحنين. خلينا نرحب بيكم كلكم سقفه كبيره. خلاص بقيت نجم، خلاص بقيت نجم. سامح حسين ايه بقى ومرنا ايه؟ خلاص خلاص ده كده. احنا اللي بنروح معاهم في اي برنامج دلوقتي. هو اللي جالك من ايدك يا سامح. خلاص الاداء باين يعني. خلينا ارحب بيك سامح وارحب بيك مرنا. في البدايه سامح، ايه قصه الفيلم؟ والله انا شاب عصامي جدا وبنيت نفسي بقى بنفسي وهي دي الحقيقه برضه. الحمد لله. ويا دوبك بقى اتجوزت البني ادمه اللي انا بحبها وهنعيش يا بختك في استقرار. وهنعيش في استقرار. جولنا بقى جيران أشقية جدا، ما خلوناش بقى نعيش الحياه خالص يعني. وابتديت انا اتعامل معاهم، اطلع الطفل اللي جوايا. هم بيعملوا مقالب فيا فانا بعمل مقالب فيهم، لغايه لما مراتي سابت لي البيت ومشي. وبنتصالح في الاخر وبنحب بعض. فكرة المقالب أنا شايف سامح إنها لازمة متلازمة معاك منذ بداية ظهورك الفني يعني، أو الشخص الساذج اللي بيتدبس في مواقف. والله هي إيه، هو أنا هنا مش ساذج، ده أنا هنا صاحب شركات وعندي قصر وبتاع يعني، مش ساذج. لعبت معاك. لعبت معاك ومشيت معاك. بما إن أنا اللي هختار بقى القصة. وما بحبش الأطفال، ده أنا بكره الأطفال جدا يعني، عملت عكس كل ما هو ممكن يبقى متوقع مني يعني. ومشينا في التراك ده لغايه لما الحمد لله. والمقالب اللي حاصله مقالب حركيه اكتر منها مقالب لفظيه والحاجات دي. مرنا، ايه اللي خلاكي ترجعي للسينما بعد 6 سنين تقريبا وكنا بنشوفك في مسلسلات، واشمعنى مع جيران السعد؟ هو لا، هو ما رجعتش ولا عشان جوزك سامح حسين؟ لا، انا بقالي فتره يعني، العكس، انا اتاخرت او بقالي فتره غايبه عن التلفزيون. بقالي 3 سنين بشتغل سينما.
يعني عملت الفترة بعد الأكاديمية، عملت زيكزاك بعد زيكزاك دخلت على طول جران السعد. وقبلها كنت عملت فيلم مربى لارينج، آخر عرض لي كان في ميامي، الحمد لله نجحنا في مهرجان اسكندرية. الفيلمين دول اتعرض؟ اتعرض في مهرجان اسكندرية بس لسه ما نزلوش للسوق. لا لسه هو فلسه وقت في أمريكا الحمد لله رب العالمين. يعني هو يعني بس يعني ميجي وقت بقى اتكلم على مربى لارينج، بس انا النهارده فرحتي كبيره جدا بجران الساعات. وفي نفس الوقت العكس، انا وحشني قوي التلفزيون يعني، بس حاسه ان فرصتي اكتر في السينما اليومين دول، او بقى لي 3 سنين. طب دور الفتاه اللطيفه الرقيقه اللي شفناه في الفيلم، شايفاه لايق عليكي؟ عوده اللي خلاكي تقبلي الفيلم، ولا كنت عايزه تبقي عوده في اداء تمثيل مختلف؟ بص هقول لك كلمه صراحه، انا كان نفسي ارجع طبعا انسان طماع، ارجع بقوه جامده جدا وطلع كل مواهبي وكل احاسيسي ومشاعري. بس انا اول ما دخلت لبيوت الجمهور من وانا طفله قدهم، ممكن اصغر كمان من ساكن قصادي، فانا كبرت في بيوت العالم العربي. فما اجي ابدا برضو اعمل حاجه للاطفال والعائلات وتدخل الناس تتفرج وتطلع من الفيلم في رساله، فانا عشان بعد فتره ارجع بحاجه لطيفه زي كده كويس، لكن انا بطبع الانسان انا عايزه اكتر. اصل انت بتتعرضي في هذا الفيلم المقالب كتيره يعني. بس هو مش انا، هو اللي مدبسني جوزي المفروض في الفيلم، لان هو علاقته بالاطفال، المفروض انا علاقتي بالاطفال في سلام يعني، ما فيش بينا، بس هو اللي بيغزهم بتيجي في الرجلين يعني. طب انا رد سميتك تجيب بهدله يا سامة. انت عارف المشهد اللي بيرشوا عليا في الاخر الوان؟ انا ما بشوف رياكشن بتاعي وانا ببص لسامح بقول له في ايه؟ قول لي انبطح ووطوا. فانا بتصعب عليا نفسي، لان بحس انا ضحيه ان اتعذبت قوي في اليوم ده. الكوميديا اللي في الفيلم دي كلها في المقالب ولا في حاجه بتضحك؟ والله الكوميديا لما بنروح عند الفيلتين اللي احنا ساكنين فيهم هتلاقيهم بالمقالب. لما بروح الشركه بتاعتي فبتلاقيها كوميديا نابعه برضو من شخصيتي الصارمه جدا تجاه الموظفين. انا منقي موظفين ما لهمش اي علاقه بالمهنه اصلا، وتحس ان انا نفسي ولا مهندس ولا اي حاجه، انا مش عارف المثلث من البرجل من اي حاجه يعني مربع. فالكوميديا طالعه من هنا، احنا موديينها شويه كوميديا كرتون شويه يعني، حتى في الالوان الاستاذ تامر عامل الوان مودينها في السكه بتاعه الجرافيك فيها كرتون، والكاركترات دي لطيفه جدا. هنتكلم معاها ستات كاستكم، شايفه هي البدايه الحقيقيه لنجم الكوميديا سامح حسين؟ هي اكيد دي اللي عرفتني لقاعده كبيره جدا من الجمهور يعني، كانت راجل وست ستات. بعديها ربنا كرمنا بقى في عبوده ماركه مسجله، ثم اللص والكتاب، لغايه بقى جيران السعد دلوقتي. طب ايه حكايه خناقتك مع اشرف عبائي؟ انهي خناقه؟ يا عم رمزي اصل في اشاعات كتير، انهي خناقه؟ على يعني انت ليه ما كملتش ست ستات؟ هل شفت نفسك خلاص وصلت المرحله انك لازم تكون نجم وزيك زي اشرف عبائي في راجل وست ستات؟ لا هو ده يعني كلام يعني عدى كمان وقته. بس هقوله لحضرتك ان دي كانت عقود بس ما بيني وما بين انتاج، جهه انتاج جديده اشتغلت معاهم 3 مسلسلات وماضي معاهم 3 مسلسلات بشرط جزائي. فما كنتش لسه محوش 100 جنيه علشان ادفع شرط جزائي 2 مليون جنيه يعني. فقلت لهم مش هينفع، يا اما تتفقوا مع بعض يا اما مش هينفع. بس طب لو اشرف عبائي عرض عليك تكمله في جزء قادم تروح؟ لا في راجل وست ستات لا مش هينفع خلاص. لكن حاجه تانية مع الاستاذ اشرف طبعا. تجاوزت التجربه انك تكون مساعد لبطل؟ لا التجربه هي اللي خلاص يعني تجاوزت خلاص حدودها. ده وجهه نظري. استنزفت نفسها. يعني حضرتك لما تشوفني وتقول لي انت ما كملتش ليه؟ افضل لي من انك تشوفني تقول لي ما كفايه بقى ما كده كتير، ده الافضل لي. زي الخطيب كده لما اعتزل وهو في اوج مجده يعني. زي مين؟ الخطيب. الخطيب. الله عليك يا سامح. سامح الخطيب اهلاوي زي الشباب اللي قاعدين. هروح لمرنا، تعليقك ايه على قرار رئيس مجلس الوزراء بسحب فيلم حلاوة روح من السينما واعادة عرضه مرة اخرى على الرقابة؟
اقول لك حاجه، انا كنت في الجونه لما حصل كده. هو ده؟ طب ما انا كنت في القاهره لما حصل ده. يعني كانت هي ممكن تقول ما اتفرجتش على الفيلم، وما يعني ما عنديش اي معلومات عنه غير اني اعرف ان هو يعني فيلم اتعمل يعني بشكل اخر، يعني هو في فيلم ايطالي اساسا. بس انا ما اتفرجتش عليه عشان اقدر يعني حتى لو. لا انا بسالك على المبدا، توافقي على ان رئيس وزراء يوقف عرض فيلم زي جيران السعد مثلا؟ فلا الله ولا فلك. اعرف ليه يعني؟ فلا ولا فلك طبعا. بس السؤال اللي انا هساله ليه، في سبب يعني يقنعني ليه؟ انا ممكن اوافق ممكن ارفض، بس الاقناع يعني ليه. طب الرقابه اعترضت على جملتين في فيلم جيران السعد. الجمله الاولى هعمل معاك الجلاشه، وحوار اخر بين الاطفال بيقولوا فيه احنا هنشخرمه. يعني ايه هنشخرمه اساسا؟ يعني الرقابه اللي سابت الفيلم حلاوه الروح معترضه على جملتين مقارنه يعني بحلاوه الروح. يعني علشان بس احنا ما نبقاش يعني ايه ولاد البط السوداء يعني. عشان يبقى الرقابه على الكل يعني. الجلاشه دي ده جاي من الجلاش، مش في حاجه اسمها جلاش احنا بناكلها. هو حسب صحه في الفيلم يا سامح يعني. لا ده بيجي في التريلر. ده انا هعمل معاك الجلاشه. ده احنا بقينا متخرشمين خالص. هي بتقول انا ده انا هشخرمه. يعني هقطعه ثانيا. بس عادي الحمد لله ان احنا نبقى يشيلوا جمله احلى ما يشيلوا فيلم يعني. الحمد لله. هروح لمنى عرفه وعايز اسالها، انت نجمه من زمان يعني، اتعاملتي مع الفيلم ده ازاي؟ وهل خلاص شايفه نفسك في دور البنت السهونه اللي بتعمل تنظيم للأشقية؟ هو الدور نفسه يعني العقل المدبر يعني. دور نفسه مفروض ان انا اكبر واحده في اخواتي، فلما بنيجي نعمل مقالب او كده يعني انا اللي بخطط لهم، واحنا بقى لو احنا نعمل كذا فيعني الدور نفسه هو اللي فيه كده، مش انا شايفه نفسي يعني في كده. هو الدور نفسه الدور نفسه فيه شويه حكمه كده، بس برضو يعني مع شويه شقاوه. مفيش حكمه بس. سولي معانا، سولي كمان ياخد المايك. معاك المايك سولي. يعني ايه سولي؟ لا مش عارف. انت باختصار هو ده اسمك الحقيقي ولا اسمك الفني؟ لا انا ده اسمي الفني. اسمي الحقيقي اسمه سليم. سليم. ده سليم البدر ونال حلمية. يعني سولي ده اسم الدلع. ده اسم الدلع. قرب بس المايك ليك. طب ايه المقالب اللي عملتها في اخوك سامح؟ كم مقلب؟ لا هو اصلا كل الفيلم مقالب. ونزحلق على السلم ونخبطه في الحيطه. انت كارثه يا سولي. ونفرقعه ونعمل انت كارثه يا سولي. وايه تاني؟ ونعمل كل حاجه ونفجره. يعني كل الحاجات اللي في خيالك هيطلع في الفيلم ده. يعني بنزحلق على السلم ويتخبط في الحيط ويروح ويجي يروح ويجي ويعمل كل حاجه. جاي لحد ما جننتاه يعني جناه. والمقالب طلعت من عينيه. المقالب طلعت من عينيه. تحية لسولي. سولي ايه المقلب اللي في الفيلم انت عملته وعايز تعمله في حد بره الفيلم؟ بصراحة المقالب كلها. كلها؟ كلها. انت راجل طيب خالص. انت شرير قوي. عندك كام سنة؟ 9. يعني تالتة ابتدائي. رابعة ابتدائي. طبعا رايح المدرسة نجم بقى وبيلعب كورة. الله. بلعب كورة. وبتعمل مقالب مع اصحابك في ال زي بلعب كورة ورقم 8 على اسم بركات عشان برضه رفيع زيه وسريع وكل حاجة زي بركات. معانا سولي ملك الحركات. طيب ادي المايك لمازن. مازن انت بطل في الجمباز؟ وكمان بعزف وبرقص. طب ايه اللي رماك على التمثيل؟ ما انت ماشي في سكه حلوه. لا انا يعني عايز ابقى متعدل المواهب. متعدل بطل جمباز. مواهب انت بطل جمباز وايه تاني؟ وبعزف على الجيتار. تعزف على الجيتار وبرقص وبترقص وبلعب جمباز. دخلت مسابقات قبل كده؟ في ايه؟ في العزف. العزف انا بعزف في الاوبرا. في الاوبرا؟ يعني بروح كل حفله في الاوبرا بعزف هناك. انت عندك كام سنه؟ 13. طيب اولى اعدادي ولا تانية اعدادي؟ لا تانية اعدادي. تانية اعدادي.
ايه تاني غير العزف؟ إيه برقص. ترقص؟ آه. برقص. طب قول لي استعدت للدور ازاي؟ وبطل في الجمباز يعني. ده المركز الاول صح يا مازن؟ اه. طب يا مازن هل في حد دربك؟ استعدت للدور ازاي؟ لا هو احنا كنا يعني كل يوم بنقعد انكل سامح والمخرج وكده وكنا بنقعد مع بعض وكده ونناقش بقى الموضوع وكل واحد يرتجل حاجه كده. اثناء التصوير ولا قبل التصوير؟ لا قبل التصوير يعني قبل التصوير كنا بنقعد مع بعض نناقش الدور نشوف الدور ونشوف السكريبت. حلوه بناقش الدور ده. قعدنا اسبوع او 10 ايام مع تامر بس تقريبا علشان كلنا ناخد على بعض يعني. طب انت اخترت مجموعه الاطفال دي ازاي يا سماح؟ في بعضهم مش اشتغلنا مع بعض وبعضهم زي مين؟ يعني زي احمد خالد اللي هو طالع المخترع ومنا طبعا والثلاثه بقى العفاريت التانيين دولت انا شفتهم في سينما يعني ومازن كان في اعلانات فالتوليفة جت كده يعني وكنا متعمدين يا استاذ محمد ان احنا افادنا كمان البروفات اللي قبل التصوير ان احنا يبقى في المواهب اللي هم شاطرين فيها تبقى في الفيلم يعني سولي بيلعب كوره فوظفنا ده في السيناريو مازن جمباز او مزيكا وبتاع فوظفنا ده وحبينا ان احنا نبقى في فرق ما بين الطفل الشقي والطفل القليل الادب لا دولت اطفال محترمين ومؤدبين بس اشقياء جدا وكل واحد بيعمل المقالب فيا عن طريق الهواية بتاعته يعني بيروحوا مدرسة وشاطرين في المدرسة وكل حاجة ده معنى انت كنت قصده يا سيدي اكيد اكيد في فرق ما بين ان انا ما طلعش طفل بلطجي يبقى نموذج اطفال يقلدوه لا هم اشقياء يعني هتلاقي شقاوة موجودة وكلنا كنا اشقياء يعني وفي رسالة ان هيخطأ يقول انا اسف ده الاسف والاعتذار والتسامح ده رسالة الفيلم طبرنا الاطفال دول تعبوا المخرج لانهم اطفال مش كبار فمحترفين العكس تعبوكي شخصيا خالص العكس هما بيدوني انرجي يعني العكس هما عاملين يعني روح حلوه جدا يعني هل اضطريتوا تعيدوا مشاهد كتيره لا دول متمكنين عارفين بيعملوا ايه كويس قوي يعني هما عارفين بيعملوا ايه كويس قوي العكس خالص طب يا احمد خد المايك وعايز اسالك برضو استعدت للفيلم ازاي وجرى اختيارك ازاي؟ يعني انت رحت خبطت على باب سامح حسين قلت له عايز امثل معاك؟ هو انكل سامح زي ما انكل سامح قال ان هو كان يعرفني من الاول عملنا مع بعض مسلسل اسمه كتاب بس اتكلم في المايك الثاني المايك ده فصل ايوه تعملنا احنا عاملين شقاوه معاكم برضه يعني لا شفت الفيلم الجاي اعمله مع سامح بقى بس بتاع دي ما تاكلش عيش يابا من فيلم معاه فيلتين و صح واتجوز ميرنا زي ما انكل سامح قال انا اشتغلت معاه قبل كده كان في مسلسل لسه وكتاب فانكل سامح عرفني يعني عرفني من زمان فهو اللي قال انكل احمد السبكي عليا وتشاوره في الموضوع يعني والحمد لله بقيت انا يعني الدور فدور عبقري اللي هو سمير المفروض بيخترع لهم بقى كل الاختراعات اللي بيعملوا فيها مقالب لانكل سامح بي يعني في كذا حاجات في برومو لما هو طار وحاجات حلوه كتير بس الاختراعات يعني بتبقى فيها ذكاء شويه يعني حضرتك لو شفت مثلا اي اختراع مثلا بيبقى حاجه اكنك او ما فعلا الحاجات دي اتعملت بجد يعني مش اي حاجه كده وخلاص بس فعلا الحاجات دي اتعملت بجد حنين اسمع صوتك يا قمر حنين انت اسمك رقيق وبنوته جميله وربنا يحفظك ايه الشقاوة اللي انت عاملاها كتير في الفيلم ده جبت الشقاوة انت شقية في الحقيقة كده فعلا. ده اول دور ليك يا حنين لا انا عملت ادوار كتير قوي نجمة سينمائية ترعرعت بقالها عشرات السنوات يعني عملت ايه احكي انا في الفيلم طالعة انجي وبعمل مقالب فيه انا اصلا بمثل حاجات كتير عامله له رايا وسكينه وعامله له فيروز حاجات كتير جدا وانا من صغري اصلا بحب التمثيل عشان كده جت الفرصه اللي انا امثل مع مسامح فوظفنا انا بحبه جدا اصلا وظفنا برضو اللي هي مجنون التمثيل فوظفناها انت في الفيلم عملت لا قولي يا شابه عندك كام سنه يا شابه بقى سبعه تانية ابتدائي
ما انا ابتديت ازود اهو، اصل على ايامنا ده كان اولى ابتدائي الطب بتقدم. زوقت من المدرسه عشان تروح الفيلم؟ لا طبعا. وقعد ايه مع اصحابك بعد ما بقيتي نجمه كده و... وعلى الافيش و... بتعزمي اصحابك قلت تعالوا هقطع لكم التذاكر وتعالوا شوفوا الفيلم، ولا الدنيا ناشفه معانا و... لا طبعا. ايه؟ لا مش الدنيا ناشفه طبعا. مين اللي قبض الفلوس بتاعتك بتاعت الفيلم؟ انت إيه؟ ولا ماما وبابا؟ ايه؟ انا. مين اللي قبض فلوسك بتاعت الفيلم؟ هي بتقول ايه باعتبار ان مفيش قبض في الفلوس؟ مفيش قبض؟ ضحكوا عليك يدولك اجرك ايه؟ لا معرفش، ماما هي اللي خدت. ماما اللي خدت الفلوس؟ اه. ماشي يا ماما، نطلع فاصل ولسه بعد الفاصل هنكمل حكايه جيران السعد.